النهارده فقرتنا الاسبوعيه عن تربيه الاولاد او اولادنا، ازاي يعني نفتح باب المناقشه معاهم في موضوع غايه في الاهميه، هو ازاي اربيهم على اختيار القرار المناسب، ازاي نعلمهم ياخدوا قرار يساعدهم على تحمل المسؤوليه، ازاي الامهات والاباء يمتنعوا عن التدخل في تحديد اتجاهات ومستقبل اولادهم عشان اكيد ما يبقوش توكاليين، يعني ما يفضلوش كل حياتهم بيتكلوا على مامتهم وباباهم ان هم يساعدوهم لغايه ما يكبروا. اسئله كتير هنجاوب عليها بالتفصيل مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو النهارده الدكتوره سهام حسن الاخصائي النفسي وتعديل السلوك. اهلا وسهلا، صباح الخير عليك. صباح الفل يا سهام. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل. يمكن دي من الحاجات الصعبه شويه انه في مجتمعاتنا العربيه عامه احنا بنبقى بنخاف قوي على الاولاد لغايه ما يكبروا لسن كبير، فبنبتدي ان احنا ناخد لهم قراراتهم في كل حاجه بيعملوها. يمكن حتى كنا بنتكلم عن ساعات الاباء والامهات يعني بيختاروا لاولادهم الكليات اللي هم بيدخلوها، ازاي نربي اولادنا بقى من الصغر على اختيار القرارات اللي تبقى صح ومناسبه ليهم مع مراعاه السن. احنا محتاجين في الاول نقول ان ورا الاختيار ثقه. ثقه بالنفس، ثقه اصلا الطفل بيستمدها من الوالدين علشان يقدر ان هو يستمدها كمان من نفسه بعد كده عشان يقدر ان هو يختار الاختيار السليم المناسب. فبالتالي الشخص اللي مش واثق في نفسه او الطفل اللي مش واثق في نفسه مش هيقدر يختار. مش هيقدر كمان يتحمل مسؤوليه قرار هو اخده في حياته. فالثلاث نقاط دول هم مرتبطين ببعض، ثقه، اختيار، قرار. الثقه لازم ازرعها في ابني من هو صغير. بمعنى انت قلتي في وسط كلامك ان انا بتدخل بسرعه في اختيار قرارات او برسم له حياته بمعنى اصح. ضربه بعرض الحائط طبعا هو ايه اهتماماته، ايه هوايته، ايه قدراته الذهنيه والعقليه، هو ابني مثلا انا شايفاه بيحب ايه او ايه ميوله واتجاهاته. لا، اللي انا شايفه اصلح لي من وجهه نظري كولي امر بفرده عليه. وده للاسف، للاسف طبعا بيمحي لي شخصيه الطفل، بيفقده ثقته بنفسه، ثم مش هيعرف يختار. فرقم واحد احنا بنتكلم في زرع الثقه، ان احنا بنمد اولادنا ان هم يكونوا واثقين في نفسهم. ان انا اكون ولي امر عنده استبصار ورؤيه، ايه نقاط القوه اللي تميز شخصيه ابني علشان اقدر ان انا احطها ويطورها في نفسه، وكمان ان انا اشتغل عليه علشان يقدر يختار بعد كده القرار المناسب والصح لي. نعم، لكن البعض بيظن ان هو انا الاكثر منك خبره ودرايه ومعرفه ببواطن الامور، فبالتالي اللي انا لو اعتمدت على ابني ياخد هو القرار هيلبس في حيط. بكلمك بقى زي ما بيتقال كده، ازاي اللي انا اعزز ده الاول قبل عندي ابني عند ولي الامر، اللي هو سيب لابنك من فضلك مساحه يختار اللي هو عاوزه فيها. صحيح. اعمل دي ازاي؟ لما اكون انا ولي امر بشتغل على نفسي كل فتره والتانيه، ومش بيفرض عليا ان احنا اتربينا كده، ما هو اعتقادات كمان خاطئه، ما هو ابني صغير مش هيعرف يكرر. صحيح. هو فاهم يعني؟ ما هو مش فاهم. زي كلام كتير قوي من الامهات احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده في فقره على امتحانات الثانويه العامه واختيار المواد الدراسيه اللي ابني هيختارها، علمي او ادبي والكلام ده كله. انا شايف من وجهه نظري لمصلحتك ان انت تسمع كلامي عشان انا كبير واكتر منك درايه وعلم وخبره في الحياه. طيب ما انا محتاج ان ابني ياخد التجربه عشان ممكن من وراء فشل التجربه دي ان هو ينجح يعرف يختار المره الجايه. فطول ما انا شايف ان انا اتربيت على معتقدات قديمه خاطئه، محتاج ان انا اصلحها في نفسي، لان الوقت ده مش هينفع فيه افرض على ابني شيء، لان انا لو فرضت على ابني شيء هيحصل حاجه من الاثنين زي ما قلت في الاول، يا اما هفقد ثقته بنفسه يا اما هيبقى شخصيه اعتماديه طول الوقت مستني ان انا اللي اقرر واختار بنيابه عنه. دكتور، هو ده اللي بيحصل. انا اسف بس بس الحته دي مهمه قوي، لان نتيجه المرحله الاولى في التنسيق لقينا ان الناس راحت برضو لما يسمى او متعارف عليه كليات قمه، فكره اللي هو خلاص اصبح مطبع. تخيلي واحد يعني مواليد 2004 النهارده بيختار نفس الكليات. صحيح. النمطيه وبعد. صحيح. وعزف تماما عن فكره ما يطلبه سوق العمل. هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. ما دي مشكلة كبيرة. خليني اسالك سؤال. طيب انا عاجبني قوي اللي انت بتقوليه ان احنا ما ينفعش نتدخل في قرارات الولاد والحاجات دي كلها. طيب لو انا هاخد بقى وجهة النظر التانية، لو انا كأب او ام دلوقتي شايف مثلا ابني عايز يطلع مغني لكن انا شايفه صوتك وحش يعني، او هو مثلا يعني بجد انا عايز بدي مثال بسيط وشايفه ان هو هيضيع مستقبله، ازاي اقدر اتدخل في قرار مصيري زي ده من غير ما افقده الثقه في نفسه او او او؟ طيب هيتطلب مني انا كولي امر ان انا اصلا من البدايه، من اول كده نعومه اظافر الطفل، ان انا اشوف ايه هي المواهب والقدرات اللي موجوده عنده علشان احطه على التراك السليم، انميها
لكن هو تايه ومش عارف هو عايز يطلع لا يعني عارفه في بعض الناس بيبقى عندهم مثلا ايه، انا بشوف ان في صحاب بيجاملوا فواحد ممكن يبقى يقول انا شاطر قوي في حاجه معينه ايا كانت ايه هي، والصحاب يقعدوا يقولوا اه انت فعلا كويس، والاهل اكيد مش هيصدموا. خليني يعني اقول لك على حاجه، ما تنسيش ان ورا الدافع ده هو حب الظهور ولفت الانتباه والقدوه اللي هي ايه مش ثابته بالظبط، اللي هو انا عايز ابقى زي ده، الضوء عليه ومشهور ومعروف قوي فبهرني قوي الهاله بتاعته انا عايزه ابقى زيه. لكن انت هتيجي تدوري بقى في مقاومات ان هي تودي الشخص ده للاتجاه ده مش هتلاقيها موجوده. عشان كده بقول لك ايه، ولي الامر هو اللي يقدر يحط ابنه على التراك السليم عشان يعرف ان القاتل قوه. انا شايف ان ابني حركي وما شاء الله بيعرف ان هو يلعب كره حلو وكل هوسه جسم رياضي وبيلعب كره في البيت وعايز ينزل يتمرن، فانا شايفه ان الذكاء الحركي يوفقه في ايه؟ كوره. شايف نموذج مثلا قدامك محمد صلاح، اي نموذج هو بيحبه، فانا كده حطيته قدام القدوه الصح يلا ابدا. لكن انا مشتت مش عارف انا عايز ايه من الحياه، فانا مربي مش واخد بالي ايه هي نقاط قوه ابني وايه هي نوع ذكائه وايه اللي يقدر ان هو يستفيد منه كموهبه او كدراسه فيما بعد. طب دكتور، هل في مهارات معينه يقدر من خلالها الاب او الام اللي هو يتبع هذه المهارات علشان يقدر اللي هو ينمي عند ابنه الموهبة دي وفكرة اللي هو يكون شخص يتم الاعتماد عليه بالشكل السليم؟ ان انا ارسم مع ابني خطة وحلم وكذا خطة كمان. وخليني برضو اخد من كلامك في النقطة اللي قبلها، اسمعه هو الاول فيها. يعني لو انا بحط الخطة دي اسمعه هو الاول فيها طبعا. التنسيق والثانوية العامة، في زي ما انت قلت كده موضوع وهم كليات القمة وان انا ضارب بعرض الحائط بقية الكليات التانية، في حين ان في عندنا نماذج مش هنقدر ان احنا نقول ان هي قليله، بالعكس دي كتيره، دخلوا عشان يرضوا رغبه الاباء والامهات وبعد ما اتخرجوا عملوا اي حاجه تانية بخلاف اللي هم دخلوا. فخلينا نقول ان انا محتاجه احط حلم وهدف من ورا مذاكره ابني، واحط خطه الف وخطه ب عشان يبقى في عندي خطه بديله لو ما جاتش الف ما تنهارش. الدنيا ما وقعتش، احنا مش تايهين في الحياه. صحيح. ممكن نشتغل على ب، ممكن نشتغل على ج، على نمشي مع لحد ايه، بس المهم ان انا ما افقدش ثقه ابني في نفسه اللي هو ايه، اديني مشيت وراك وادينا غرقنا. يا ريتني ما كنت سمعت كلامك. دي اكتر كلمه بتتقال ومؤذيه. المعايره. واضح ان هي بتتقال لك. بسمعها كتير قوي. يا جيتي على الجرح يا دكتور. كلنا عندنا اثر قوي. كلنا عندنا اخطاء تربويه. كلنا عندنا اخطاء تربويه. شوف بص لمست جواك. شفت انت عملت ايه؟ مش قلت لك؟ يعني دي اكبر كلمه بقى بتتقال. بس كلنا احمد يعني انت عارفه انت كل حاجه بتتكلم على حاجه مهمه جدا بتخلي الشخص فعلا يبقى ثقته في نفسه قليله، ولو هو متاكد 100% من الخطوه اللي هو مقدم عليها هيراجع نفسه 1000 مره عشان ما اسمعش. مش هقول بقى الاب والام، نظره المجتمع ليا اللي صحيح. ممكن يبص لي اللي انا فاشل. صحيح. مع ان النجاح عمره ما بيجي غير بعد فشل مره واثنين وثلاثه. خلينا نقول ان المعايره كمان من الاخطاء التربويه اللي بتخلي ابني يبقى فاقد الثقه في اختياره، فمش هروح حتى لو انا عندي ثقه ان الاختيار ده مناسب ليا مش هروح. عشان كده بقول ايه، خلينا نعلمهم ان هم يقوا ارميه في البحر عشان خاطر ان هو يكتسب من بحر التجربه فعلا. انا مش هفضل موجود في حياته ان انا باخد دوره، انا اللي بختار وانا اللي بتحمل مسؤوليه الفشل القرار. طب ابني بقى وقتها لما انت تختار له وتفشل اختياراتك هيقول لك ايه؟ مش هيقول لان غرقتنا بقى. طيب منبر على امره. انا بس بحس انه عارفه في بعض الاباء والامهات هم اكيد بيعملوا كده من دافع حب، يعني اكيد ما بيعملوش ده من دافع ان هم عايزين يسيطروا، في عايزين يسيطروا لكن اكيد هم خايفين على اولادهم، هم شافوا يمكن حاجات في حياتهم فمش عايزين أولادهم يمروا بنفس التجارب اللي يمكن كانت سيئة بالنسبة لهم. إزاي الأم والأب يقدروا إن هم يتدخلوا في قرارات بطريقة غير مباشرة لو حاسين إنه قرار، إحنا بنتكلم دلوقتي على حد بقى شاب مراهق واعي شوية لكن عنده قرارات اندفاعية، إزاي الأم أو الأب هنا يقدروا إن هم يحجموا أو يلجموا شوية قرارات دي من غير ما يتدخلوا بطريقة مباشرة؟ طيب انا بحب قوي اضرب امثله وسط السؤال بتاع المطرح عليا، ان انا اقول مثلا في مرحله المراهقه زي ما انت قلتي، خلينا نتكلم على الصداقه، اختيار الصديق. كل المراهقين لا انا بحبه، لا ده نفس تفكيري، لا مش عارفه ايه، لا انا شايفه ان هو حد بايظ ومنفلت وهيعلمك الانحراف. فما تكلمش فلان او انت ما تكلميش علانه. تمام. فبنلاقي ان احنا بناخد دورهم في اختيار الاصدقاء وهم غصب عنك هتلاقيهم من بره بيروحوا يكلموهم من وراكي، ممنوع مرغوب، مسافرين معاهم، بيعملوا اي حاجه معاهم. فانا بالتالي انا مش هينفع ولا اطفال ولا مراهقين افرض على ابني نوع صداقه معين، لكن انا اقدر اقول له ايه بطريقه غير مباشره،
ان احنا مش مقبول بالنسبه لنا سلوكيات معينه انا لمحتها في صديقه مثلا لما جه وعملنا عيد ميلاد او ايا كان. بعد ما يمشي الصديق مش هقول له انا رافضه صديقك، مستحيل. لان كل ما انت هترفضي هو يتشبث بيه اكتر. انا ما حبيتش مثلا صوته العالي، ما حبيتش هزاره او الشتايم اللي بيقولها في وسط كلامه، لان مع الوقت هتفقدك احترامك قدام الناس. يا دكتور، وما جيبهاش برضو فكره عجبك اللي عمله محمد ده، مش ما برضو دي فكره اللي انا بقول لك ان اختيارك صحيح خطا. انا مش برفض شخصيه، لكن برفض سلوك جوه الشخصيه. ماليش ان انا احكم على اي طرف خارجي، لان الحكم مش بتاعي، الحكم لله عز وجل. لكن انا نحكم على شخصيه دي مرفوضه او مقبوله بالنسبه لي. ده اصلا كمان بيعلمهم هم سلوك غلط، يعني بيعلمهم هم يكبروا يبتدوا يتكلموا عن الناس ويطلقوا الاحكام. والمراهقين الصغيرين اللي احنا بنشوفهم على السوشيال ميديا اللي هم بيعلقوا تحت الفيديوز او تحت اي صوره وفيها تنمر، ليه؟ لان انا واخد مساحه لان انا اطلق الاحكام وتنمر على خلق الله ليه؟ علشان ماما وعشان بابا. خليني بس اخد من وسط كلامك نقطه مهمه. الحب اللي يعني بيحركوا الخوف ده مش حب، ده حب تملك، ده حب مريض. ليه؟ لان انا تلاقي كل الامهات ايه، اصلا انا خايفه عليه، فانا في حمايه زايده، يعني قربت اجيب سلوتاب واقفل كده ابني علشان خاطر ان هم ما يصيبوش اي اذى. خليكي عارفه ان الشخصيه اللي هي اتلفت بالسلوتاب، اول لما تفكي السلوتاب وتيجي تخرج جامعه، محيط شغل، علاقه زواج، اول علاقه هتكشف اسوأ ما بعد الجامعه، فكره اللي هو الاحتكاك بسوق العمل. صحيح. بقى واللي هو يشوف الاشخاص، ما عندوش خبره، ما عندوش خبره في الحمايه الزايده والخوف المبالغ فيه بوظ لي شخصيه ابني، خلاني اي حد يقدر ان هو يحركه وان اي حد يقوده، فهو راح مع الرايحين خلاص. فانا خسرت من كل الاطراف والجوانب. دكتور، في حاجه مهمه جدا، فكره ان دايما الاطفال دلوقتي بتبص لزمايلها. يعني اشمعنى بسنت عندها تابلت، انا كمان عاوز تابلت. ودي بتتقال ازاي اقدر ان انا اربي ابني على فكره القناعه؟ هل ان انا اشاركه في بعض الامور الهامه عندي انا كشخص كبير ومدرك ان انا مثلا انا ميزانيتي الحاليه كذا، دخلي كذا، بيتصرف كذا، اخلي ابني يبقى معايا تشاركي في الامور دي، ولا ده موضوع كبير عليه فهي او لا اقول له هجيبه او مش هجيبه؟ من البدايه انا محتاج ان انا اكون اب وام مش متطلع في ايد غيري. انا عايزه زي ما جوز فلان عملها غصب عنه، سامع الاب والام، سامع الاب والام بيكلمه. فانا محتاج انا افلتر ده عندي انا كولي امر في الاول، ان انا ما اكونش متطلع للي في ايد غيري. يعني لو حصل ده اعرف ان انا عندي المشكله دي بالظبط. انا اللي راجع، انت ورا كل خطا تربوي، انت واقعه، انت في خطا، انت كاب وام البداية من عندك. حلوة دي. قناعة أصلا. البداية من عندك. ليه؟ لأن أنت فعل وابنك رد فعل، أنت المراية اللي هو شايف فيها كل تصرفاتك. مستحيل أن هي عن حاجة وأنا بعملها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ بقول له ما تكدبش، بطل تقول اشمعنى وانا واقفه قدام جوزي، اشمعنى فلانه يعني، وهو اشمعنى علان هم اللي رقوه في منصبه وانا لا، ما انا بقالي قد كده في الشغل، اشمعنى؟ فاشمعنى هنا عملت صدى صوت وصل للطفل، انا كمان عايز موبايل زي اللي في ايد صاحبي. اشمعنى بابا فلان وداهم مش عارفه فين مكان يعني يصيفوا فيه واحنا لا؟ فبنلاقي ان هنا نكران قيمه النعمه اللي في ايد ابني بدا يظهر. ليه؟ لان انا كمان نكره فضل ونعم ربنا عليا في حاجات كتير. فرقم واحد ان انا فلتر، احسسه بقيمه النعم اللي موجوده في حياته، ان انت مش معاك تابلت بس انت معاك موبايل ممشي حاله يعني، اوكي؟ حسب ظروفي انا، لان انا مش هقدر ان انا اجيب لك دلوقتي، وده لازم اشركه فيه من اول يوم. الامهات والاباء اللي بيستلفوا ويقترضوا علشان خاطر ان هي ما يحسسوش ابنهم نوادي مدارس انترناشونال، وهم يعني المستوى الاقتصادي ما يوصلش، واحنا بعيد قوي اصلا. طبعا بتلاقي ان انت حملت نفسك عبء فوق طاقتك كتير جدا، هيجي عليك وقت ابنك هيعمل ايه؟ انا عايز فلوس دلوقتي حالا، يا اما هعمل لكم مصيبه، ممكن لا قدر الله يسرق، ممكن لا قدر الله يحصل اي مصيبه او اي كارثه بره البيت علشان هو اخد على ليفل معين. انا ما يهمنيش بقى ظروفك دلوقتي، يعني روح استلف، روح اقترض زي ما انت معودني، لكن انا مش قابل ان انا اقول حاجه ومحدش يسمع كلامي فيها. فعيشه في نفس المستوى بتاعك علشان يبقى عنده القناعه ناحيه كل حاجه. حبيبي مش هقدر دلوقتي، المرتب لسه ما نزلش، ممكن نستنى اخر الشهر، ممكن الشهر الجاي باذن الله عشان بابا عنده التزامات الشهر ده. هل لازم ان انا افضل اديهم مبررات انه ليه لا؟ افرض انه انا شايفه انه هم دلوقتي بياخدوا حاجات كتيره، مش لازم يكون كل حاجه متوفره لهم لما يعني لما يطلبوها، هل لازم اديهم مبرر ولا لا؟ يعني لا خليني اقول لك على حاجه في البدايه انا ببقى شايفاها، انا ولا هبعد ابني عن مشاكلي، ولا هقول له يعني ولا هقول له الحياه ورديه، ولا اكون صريح بزياده قوي بالظبط، ولا ان انا هبالغ بقى ان احنا قاعدين بنعض في الارض من الجوع. اوكي،
انا لا انا اقصد حاجه ثانيه، انا اقصد ان دلوقتي ان انا لازم اقول كل ورا كل حاجه مبرر في الاول. ليه؟ لان هو لازم يكون عنده استبصار باللي بيحصل بالظبط. بس عارفه الاولاد اللي لما يدخلوا محل لعب فيمسكوا كذا لعبه وبعدين يجوا على ده، طب انا عايز ده، لا يعني في بعض الامهات انا بشوفهم زي ما انت بتقولي مش خلاص بيتعبوا كمان على اخر اليوم ان يفضلوا ينهدوا معاهم على كل حاجه مبرر، فاهماني؟ ما هو انت غلطتي في الاول كأم، جبت العاب كتير جدا، عملت اشباع رهيب، وجيت مره واحده لا خدوا بالكم ان انا ظروفي مش هتقدر تتحمل. لا ما هو انت بلغتي قوي، فانت جايه دلوقتي بتسددي فاتوره ايه؟ ان انت بتعدلي سلوك هياخد منك وقت. عشان كده دايما بقول ايه، ورا تعديل السلوك صبر جبار ورهيب، لان النفس البشريه مش بتتغير بتتعدل، فورا تعديلها طاقه جباره ان انت تقفي بصمود، يا انا يا السلوك ده انا هعدله يعني هعدله. محتاج منك هدوء، انت تتحكمي في اعصابك، ما تخرجيش بعد ما خلاص بقى احنا عملنا حددنا لعبه في الشهر مش هنقدر ان احنا نتجاوز ده ونجيب كل ما ننزل لعبه. طب هو بيعيط رمى نفسه على الارض وهيفضحني قدام الناس، انا هضطر ان اجيب له اللعبه. لا 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 ده مش صح. طب دكتور سام، يعني في اقل من 10 ثواني نصيحه تنصحيها لكل اب وام بيتفرجوا علينا دلوقتي؟ اختياراتكم وخبراتكم في الحياه مختلفه تماما عن اختيارات ورغبات اولادكم في الفتره دي. كل اللي عليكم ان انتوا تعملوه الطريق اللي هو ماشي فيه، هتقول له مميزاته وعيوبه، اشركه في ان انت عرفه ما هي تفصيل الطريق اللي هو ماشي فيه، وسيبه هو يكرر. فشل معلش المره الجايه هتنجح، نجح برافو عليك، انا كنت واثق في قرارك واختيارك. في النهايه يعني احنا يعني بجد حاسين بكل اب وام في كل حاجه بتحصل دلوقتي، هم عليهم مسؤوليات كبيره جدا وكثيره جدا جدا، لكن في الاول وفي الاخر يعني الطفل او الطفله دي ما لهمش غيركم انتوا، ان انتوا تقفوا جنبهم ان هم يختاروا صح وتحسنوا لهم السلوك لو في حاجه غلط انتوا شايفينها. واحنا ما بنقللش ابدا من دوركم وحبكم ليهم، لكن لا يصح الا الصحيح عشان ما يطلعش فيه اي مشاكل نفسيه قدام ونضطر نقعد نعالج تاني. كل الشكر ليكي دكتور سهام حسن الاخصائي النفسي وتعديل السلوك على وجودك معانا وعلى كل المعلومات القيمه اللي انت اديتها لنا في الحلقه، وان شاء الله حلقات جايه كتير تقول لنا معلومات اكتر واكتر. شكرا ليكي يا دكتور.